مشاهدينا السلام عليكم، أهلا بكم إلى أخبار الخامسة مساء من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان ومن أبرز العناوين. ولايات السلطنة تواصل احتفالاتها بالعيد الوطني المجيد، وسفاراتها في عواصم العالم تقيم حفلات استقبال بهذه المناسبة. الرئيس التركي يهدد بفتح الحدود أمام المهاجرين نحو أوروبا في حال واصل الاتحاد الأوروبي سياسته الموجهة ضد أنقرة. فرق الإطفاء الإسرائيلية تنجح في السيطرة على حرائق الغابات في حيفا وتتأهب لإجلاء مستوطنين من مدن أخرى. أهلا بكم إلى التفاصيل. ابتهاجا بالعيد الوطني 46 المجيد، نظم أهالي ولاية الرستاق احتفالا بهذه المناسبة، عبروا من خلاله عن شكرهم لجلالة السلطان المعظم بما تحقق في عهد جلالته، معاهدين بأن يحافظوا على المنجزات التي تحققت، رافعين أكف الضراعة لله تعالى أن يحفظ جلالة السلطان ويجعل عمان واحة للأمن والسلام. أهالي ولاية الرستاق رسموا صورة من الحب والولاء والعرفان لقائد مسيرة عمان جلالة السلطان المعظم، وهم يحتفلون بالعيد الوطني 46 المجيد، معبرين عما يكنه أبناء هذه الولاية من شكر وثناء لما تحقق من منجزات خلال مسيرة النهضة المباركة. عبر أبناء ولاية الرستاق عن حبهم وولائهم لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وعبروا عن عميق مشاعرهم وسعادتهم واعتزازهم بهذه المناسبة، معاهدين جلالته على المضي قدما خلف قيادته الرشيدة نحو البناء ونحو التطور وصولا إلى المجد والازدهار. أبناء الولاية وهم يشاركون الوطن أفراحه عبروا ومن خلال هذه المعارض المتنوعة عن اعتزازهم بماضي السلطنة التليد وحاضرها المشرق وتمسكهم بالقيم والعادات الأصيلة. نظم نادي الرستاق الرياضي الثقافي ممثلا في اللجنة الثقافية بالنادي هذه الملحمة الوطنية المعبرة بالوفاء والعهد لهذا الوطن العزيز ولبانيه رائدنا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. خرجت جموع ولاية الرستاق ذكورا وإناثا للتعبير بفرحتهم وابتهاجهم وولائهم بهذا الوطن ولبانيه. الله أكبر يا عمان تألقي طاب المقام بعيشك المحمود، الله أكبر ما يقول بخاطري شوقا ليوم لا يكون بعيدا. من عمان الصمت معزوفة كلام أسمعته، قلبت أوراق المجد يضاهي مجده فلزمته. كلمات وطنية صادقة صدحت بها قرائح الشعراء، وأضفى الأطفال بصدق تعبيرهم جوا من ملحمة معاهدة الشعب لقائدهم بالمضي خلف نهج جلالته الحكيم بأن تبقى عمان رمزا للعطاء وواحة للسلم والأمان، جسدته كلمات فن العازي والذي اختتم به هذا المهرجان. زمن العنا ولا وراح نفرح بأعياد السنين والملك لله. تنوعت صور احتفال أهالي ولاية الرستاق بالعيد الوطني 46 المجيد، وهو ما يعكس اعتزاز أهالي هذه الولاية العريقة بما تحقق من منجزات في ظل عهد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. من ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، عبد الله بن عامر الويهي. احتفلت جامعة ظفار بتخريج أكبر دفعة للطلبة منذ إنشائها، حيث بلغ عددهم 1004 خريجين وخريجات. رعى حفل التخرج مع الشيخ سيب بن محمد الشبيبي وزير الإسكان.
تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 46 المجيد، احتفلت جامعة ظفار بتخرج الفوج 12 من طلابها من كافة كليات الجامعة لدرجة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في حفل بهيج أقيم في قاعة المؤتمرات بحرم الجامعة. نبارك لأبنائنا الطلبة هذه المناسبة السعيدة، حفل تخرج الدفعة 12 من طلبة جامعة ظفار والتي يبلغ قوامها 1004 طلاب قسمين على 3 كليات. أكثر من 1000 خريج وخريجة كانوا على موعد لاعتلاء منصة التتويج والتكريم في أمسية عنوانها البهجة والفرح وتبادل التبريكات بين الحاضرين. أولا أهني جميع الخريجين والخريجات بهذه المناسبة، طبعا الفرحة ما توصف بهذا اليوم العظيم، وبارك لجميع الآباء والأمهات على هذا الإنجاز وهذه الطموحات، والحمد لله وطبعا الفرحة ما توصف، وشكر كبير للجامعة وعلى هذا الحفل الأكثر من رائع. هذا اليوم يعني للكثير، وأكيد الكلام مهما قلناه ما يوفي، يعني أشكر الدكاترة والجامعة وكل اللي ساهموا في أن نوصل لهذه المرحلة الدراسية، وقد يعني ما تنوصف هذه اللحظات. الخريجون سعداء بحصاد ثمار الجهود واللحاق بفرسان التنمية الوطنية والانطلاق نحو المستقبل المشرق بكل ثقة وطموح. بصراحة هذا أسعد يوم في حياتنا، وأهني جميع الخريجات والخريجين، وهذه ما بداية يعني ما بداية السعادة والفرحة والنجاح، إن شاء الله يكونوا جميع حياتهم سعادة. وأشكر جميع من وقف جنبي. شعور يمتزج بالفرحة والبهجة والسرور، الأسرة تفرح، المجتمع يفرح، الوطن يفرح لهذه النخبة من الطلبة والطالبات في هذا اليوم العظيم بالنسبة للطالب، وهو مرحلة تحقيق هدف معين في حياة الطالب. منى بنت محسن مبارك رعفيت. فوج جديد من الخريجين والخريجات سيكونون رافدا مهما في تنمية البلاد. محمد بن بخيت حصون الشحري، ولاية صلالة، محافظة ظفار. ناقش المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة المشروع الاستثماري المقترح لإنشاء سوق مركزي متكامل بولاية عبري. المشروع يأتي بمبادرة من القطاع الخاص، وبتنفيذه سيتم تعزيز البنية الخدمية والتسويقية وتتاح مجالات للعمل أمام أبناء المحافظة. مشروع إنشاء السوق المركزي المتكامل بولاية عبري كمشروع استثماري ينفذه القطاع الخاص كان في صدارة المواضيع التي تم طرحها في اجتماع المجلس البلدي 9 بمحافظة الظاهرة. المشروع يتكون من حظائر بيع المواشي، الأغنام والأبقار والإبل، يتكون من محلات لبيع الطيور والحيوانات الأليفة، يتكون من بيع الأخشاب والفحم، يتكون من خدمات المطاعم والمحلات الغذائية، يتكون من مصلخ عام يشتغل على 3 خطوط إنتاج. المشروع في حال إقراره سيفتح آفاقا جديدة للعمل في مشاريع صغيرة ومتوسطة لأبناء محافظة الظاهرة، فضلا عن التسهيلات التي سيوفرها السوق من خلال تعدد مرافقه وخدماته التسويقية. سوف يكون أيضا في نفس السوق مكاتب حكومية لوزارة البلديات، وكذلك أيضا لحماية المستهلك، وكذلك أيضا للزراعة، ومنها أيضا سوف تكون حظائر للحجر البيطري. مواضيع أخرى تطرق إليها المجلس خلال الاجتماع تتعلق بملوثات وروائح محطة الصرف الصحي بالولاية، إلى جانب تخصيص مواقع للمتنزهات الطبيعية وصيانة الأفلاك. وأيضا احنا متواصلين عند بعض المهندسين في المحطة بخصوص هذه الروائح المنتشرة خلال الشهر الماضي، فأبلغنا أنه في بعض المولدات اللي هي التابعة للحوض المكشوف اللي هن يدفعن الهواء على أساس أنه يمنعن الريحة متعطلة. كما استعرض المجلس الردود الواردة إليه من بعض الجهات في عدد من المواضيع واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
فتح المجال أمام المستثمرين لاستغلال بعض المواقع بولايات المحافظة سيعمل على تطوير المشاريع الخدمية والنهوض بالعمل البلدي. خليفة بن محمد الشماخي، محافظة الظاهرة. هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح الحدود أمام المهاجرين نحو أوروبا في حال واصل الاتحاد الأوروبي سياسته الموجهة ضد أنقرة. وتأتي تصريحات أردوغان بعد يوم من تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة لصالح تعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، فيما يعتبر التصويت ملزما. أعلنت فرق الإطفاء الإسرائيلية سيطرتها على حرائق الغابات في مدينة حيفا بعدما اضطر نحو 75 ألف مستوطن لترك منازلهم بعد أن التهمت النيران غالبيتها، إلا أن سلطات الاحتلال تتأهب للقيام بمزيد من عمليات الإجلاء مع انتشار النيران في أكثر من 200 موقع في مدن مختلفة من بينها مناطق محيطة بالقدس. ودمرت النيران عشرات المنازل دون تقارير عن وفيات. وقال وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن نحو 50% من الحرائق متعمدة. ارتفع عدد ضحايا انهيار منصة بناء في محطة لتوليد الكهرباء تعمل على الفحم وسط الصين إلى 74 قتيلا. الحادث وقع في برج للتبريد يجري بناؤه في محطة فينشينغ لتوليد الكهرباء في مقاطعة جيانغشي، حيث علق عدد غير محدد من الأشخاص تحته بعدما سحقتهم كتلة اسمنتية بحسب أحد الناجين من الحادث. وما زالت عمليات الإنقاذ وانتشال جثث الضحايا مستمرة. وقع حادث تصادم بين قطارين في محطة هيفت خان بمدينة شاهرود شمال شرق إيران، نتج عنه وفاة نحو 40 شخصا وإصابة 100 آخرين. وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن الحادث وقع حينما اصطدم قطار ركاب قادم بآخر متوقف في المحطة. وتواصل السلطات التحقيق في سبب الحادث، ولم تذكر أي تفاصيل بشأن إجمالي عدد ركاب القطارين. وقد تم إرسال فرق الإنقاذ ورجال الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي نتجت عن الاصطدام. النشرة مستمرة وتتابعونا بعد الفاصل. تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 46 المجيد، أمسية شعرية وطنية بولاية صنعاء. أهلا بكم من جديد. قامت سفارة السلطنة في الولايات المتحدة الأمريكية والوفد الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة بنيويورك حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني 46 المجيد. حضره لفيف من مسؤولي المنظمات الدولية ورجال السياسة والاقتصاد وشخصيات عامة وعدد من المواطنين العمانيين المقيمين في الولايات المتحدة. أقامت سفارة السلطنة في العاصمة الأمريكية واشنطن حفلا بهيجا بمناسبة العيد الوطني 46 المجيد، حيث استقبلت سعادة السفيرة حنينة بنت سلطان المغيرية سفيرة السلطنة لدى الولايات المتحدة والبعثة الدبلوماسية للسفارة عددا من المسؤولين والشخصيات السياسية والدبلوماسية الأمريكية والعربية ونخبة من المفكرين والإعلاميين
جاءوا للإعراب عن سعادتهم ومشاركة الشعب العماني أفراحه بالعيد الوطني 46 المجيد. بالنيابة عن شعب وقيادة وحكومة دولة الإمارات، نحب نهني صاحب الجلالة سلطان قابوس بالعيد الوطني العماني، ونحب نهني الشعب العماني كله. وأريد أكد أن الشعب العماني مش بس جيراننا، إلى أهلنا وإخواننا وأصدقائنا، وبهالمناسبة بالنيابة عن كل الشعب الإماراتي نهنيهم على العيد الوطني السعيد. إنه يوم جميل يشعرني بالافتخار كوني أشاطر العمانيين فرحتهم في هذا اليوم، وأيضا حضور أشخاص من كل أنحاء العالم. أود أن أهنئ الشعب عمان وأيضا السلطان قابوس بهذا اليوم. عمان دولة مدهشة ولدي علاقات وطيدة مع ألمانيا، ونحن ممتنون للدور الذي لعبته عمان في حل العديد من الأزمات. وأشاد الحاضرون بالمنجزات الهائلة في عمان وما شهدته من ازدهار وتطور في مختلف المجالات، وأيضا بالدور الفعال الذي تلعبه السلطنة في دعم جهود السلام العالمي، مما جعلها تتحول إلى دولة عصرية حديثة تمتلك كل المقومات الحضارية، وذلك بفضل المسيرة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. بهذه المناسبة يشرفني أن أشارك في هذا الحفل العظيم، وأهنئكم وأهنئ الشعب العماني، يعني أهنئ عمان قيادة وحكومة وشعبا على هذه المناسبة العزيزة للجميع، وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح ومزيد من التقدم والرخاء. أنا سعيد بحضور اليوم الوطني لعمان، ولدي علاقة طويلة مع عمان، فهي فرصة جميلة لأشكر جلالة السلطان وشعبه للدعم الكبير الذي قدموه لي أيام كنت قائدا لمركز القيادة هناك. أنا سعيد بحضوري هنا، فعمان دولة صديقة وطيبة كما هو الحال بالنسبة لسفيرة السلطنة. لدينا علاقات قوية وجيدة منذ زمن طويل. أتشرف بحضور هذه المناسبة وأتمنى لعمان وشعبها الأفضل. وفي هذه الأجواء الاحتفالية بالعيد الوطني قام المدعوون بتبادل الأحاديث الودية والاستمتاع بالضيافة العمانية الأصيلة، كما تم تخصيص ركن من قاعة الاحتفال ضم مجموعة من المنتجات التقليدية العمانية وبعض الكتيبات المتعلقة بالسلطنة. احتفال آخر متميز بالذكرى المجيدة متوج بمنجزات النهضة المباركة والنجاحات التي تحققت، مناسبة أخرى للتعبير عن ولاء أبناء شعب السلطنة لبني نهضتها صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. فيروز الكرواني، تلفزيون سلطنة عمان، واشنطن. بحضور رسمي من مندوبي دول مختلفة، أكد على علاقات السلطنة الوطيدة بالمجتمع الدولي، نظم وفد السلطنة الدائم في الأمم المتحدة بنيويورك حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني 46 المجيد، وذلك في جو غمرته مشاعر الافتخار بالانتماء إلى الوطن، شاركهم فيه ممثلي الأسرة الدولية خاصة من الدول العربية والإسلامية. أعياد عمان هي أعياد لأهل اليمن، وكل مناسبة يمر فيها الشعب العماني في أفراحه هي جزء من أفراح الشعب اليمني. المناسبة العزيزة علينا، نرفع أسماء آيات التهاني والتبركات إلى مقام صاحب الجلالة السلطان وإلى حكومة وشعب سلطنة عمان الشقيقة، وتمنياتنا دائما لهم بالخير والرفاه وكل التقدم والازدهار. دولة شقيقة ولمصر، والعلاقات بيننا طبعا علاقات أكثر من ممتازة وتاريخية، وبالتالي أنا سعيد جدا أن أكون موجود النهاردة هنا لكي أشارك أخي السفير خليفة طبعا بهذا العيد. وإلى جانب السفراء والدبلوماسيين العرب، حضر الاحتفال اللفيف من الدبلوماسيين الأجانب وكبار المسؤولين في منظمة الأمم المتحدة، والذين جاءوا خصيصا لتهنئة السلطنة حكومة وشعبا بهذا العرس الوطني الكبير. كما أشادوا بالدور المهم الذي تلعبه السلطنة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. أنا جد مسرور لوجودي هنا بالنيابة عن الأمم المتحدة لمشاركة السلطنة الاحتفال باليوم الوطني،
عمان تلعب دورا مهما للغاية في دعم الأمم المتحدة، خاصة في قضايا السلام والأمن والتنمية والعمل الإنساني، ونحن ممتنين للقيادة الحكيمة لجلالة السلطان ومشاركة عمان الفعالة في الأمم المتحدة. من الطبيعي أن نتواجد هنا لتهنئة أصدقائنا العمانيين بهذه المناسبة المهمة. سلطنة عمان تنعم بالاستقرار وتقوم بدور فعال في الأمم المتحدة، كما أن السفير العماني صديق عزيز. نرسل تهانينا لجلالة السلطان والشعب العماني بمناسبة اليوم الوطني. هم اليوم يحتفلون بالإنجازات الرائعة للسلطنة على المستوى الدولي، وخصوصا ما قدمته عمان من مساهمات فيما يخص الشؤون الإنسانية. بدوره أشار المندوب الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة في نيويورك إلى أهمية هذه المناسبة الوطنية ومسيرة النهضة العمانية الحديثة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، الذي أوصل البلاد إلى مكانة مرموقة لاقت تقديرا من دول العالم في المحافل الدولية والإقليمية. بهذه المناسبة يسعدني أن أرفع أسمايات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله وللشعب العماني، وأتمنى بهذه المناسبة لجلالته وللسلطنة كل الخير وكل الرقي وإلى الأفضل دائما إن شاء الله. يبدو جليا من خلال هذا الاحتفال الكبير باليوم الوطني أن سلطنة عمان نجحت في بناء دولة عصرية قوية لها علاقة ودية وأخوية مع مختلف بلدان العالم، خاصة الدول العربية والإسلامية. ويديان حمداش، تلفزيون سلطنة عمان، نيويورك. كما نظمت سفارة السلطنة بالعاصمة البلجيكية بروكسل حفلا بمناسبة العيد الوطني 46 بحضور ممثلين عن الحكومة وشخصيات سياسية ودبلوماسية وعامة. ستة وأربعون عاما من الحكمة السياسية والعطاء الإنساني رسخ خلالها جلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه مبادئ دولة السلام واحترام الآخر ونبذ العنف، مكانة تقدير واحترام لإنجازات السلطنة في المحافل الدولية وسياستها الخارجية الحكيمة، تتوج كل سنة بحرص الأوروبيين وأصدقاء عمان من مختلف دول العالم. مشاركة عمان فرحتها في حفل العيد الوطني للسلطنة في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل. هذه مناسبة عزيزة علينا ونشارك سنويا، نحن بالنسبة لنا أصبحت لزوم علينا المشاركة ونقدم لشعب عمان أحر التهاني بهذه المناسبة السعيدة. طبعا عمان كما تعلمون علاقاتها مع أوروبا بشكل عام ومع بلجيكا بصورة خاصة علاقات أخوية وعلاقات صداقة وعلاقات طيبة. حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة السلطنة في بروكسل استقطب هذه السنة العديد من رجال الأعمال البلجيك الذين يطمحون للعمل والتعاون مع عمان لما تزخر به البيئة الاستثمارية العمانية. أريد في البداية أن أهنئ السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد بكل ما أنجزه خلال 46 سنة من حكمه، وهناك عمل جبار وواضح تحقق عندما نتأمل ما تم إنجازه في سلطنة عمان. حاليا العلاقات البلجيكية مع السلطنة تتركز أساسا في ميناء دقم، وهو ميناء يتم بناؤه بشراكة بين ميناء أنفرس الفرماني والحكومة العمانية. عمان ستكون في المستقبل نواة لوجستية في منطقة المحيط الهندي والخليج، إلى جانب أن هناك تماثل ثقافي متعدد نظرا لوجود عدة قبائل، كما هو لدينا أيضا في بلجيكا، لدينا الوالون والفلامان تشابه مع عمان، وهناك أيضا تعاطف مع صناعتنا الثقيلة. الحفل تخلله عرض أفلام تعريفية بأهم الإنجازات والمشاريع التنموية في السلطنة في مختلف المجالات، كما تم عرض صور لطبيعة وملامح البيئة العمانية وتراثها وتاريخها الأصيل. سلطنة عمان، السلام، الأمن والاستقرار، الحيادية، التطور والتنمية،
هكذا كان حال لسان كل من شارك عمان فرحتها في بروكسل بالعيد الوطني 46، لتبقى أعياد السلطنة راسخة بتاريخها وحضورها الدولي المتميز. نور الهدى محمد، تلفزيون سلطنة عمان، بروكسل. أقامت سفارة السلطنة بتنزانيا احتفالا بمناسبة العيد الوطني 46 بمبنى السفارة بالعاصمة التنزانية دار السلام. حضر الحفل عدد من رموز الحكومة بجمهورية تنزانيا وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي والعربي المعتمرين في دار السلام، بالإضافة إلى الجالية العمانية المقيمة في تنزانيا. كما نظمت سفارة السلطنة المعتمدة لدى جمهورية الفلبين حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني 46 المجيد في العاصمة الفلبينية مانيلا. اشتمل الحفل على استعراض برنامج خاص عن المنجزات والتطور والنمو في السلطنة بالإضافة إلى الفنون العمانية. حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي من سفراء وعدد من الدبلوماسيين للدول الشقيقة والصديقة وعدد من أصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن العماني. كما أقام سعادة السفير عبد الله بن صالح بن أحمد الميمني سفير السلطنة لدى مملكة تايلاند حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني 46 المجيد. حضر الحفل عدد من قيادات المجتمع التايلاندي إضافة إلى أعضاء من السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي والمنظمات الدولية والمواطنين العمانيين المتواجدين في بنكوك. وأشاد الحضور بما تحقق من منجزات تاريخية خلال مسيرة نهضتها المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه في شتى الميادين. احتفالا بالعيد الوطني المجيد نظمت بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة أمسية شعرية وطنية ضمت 12 شاعرا وشاعرة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. رعى الأمسية صاحب السمو السيد فهر بن فاتك السعيد. كلنا نفرح ونعلن للجميع سلطنتنا خيرها في كل ريع، والمواطن عاش فيها مطمئن والأمانة عند قابوس الوديع. يا عمان الخير قلناها هنا بهذا الأوبريت الخليجي في حب عمان، افتتحت الأمسية الشعرية الخليجية وبها اختتمت، والتي قدمت من شعراء الخليج في احتفالات البلاد بالعيد الوطني 46 المجيد. سلام الله على الشعب العماني، تحية تحبي ينطقها لساني. نحن في اتحاد الخليج الثقافي حريصين أشد الحرص على كل يعني مشاركة هادفة سواء وطنية سواء اجتماعية. الشاهد أن المشاركات تحقق أهداف نبيلة. من أهم هذه المشاركات المشاركات الوطنية، واليوم 18 نوفمبر يوم يعني عظيم بالنسبة لأهل عمان وبالنسبة لكل أبناء الخليج نحتفي فيه جميعا بالعيد الوطني. الأمسية شارك فيها نخبة من شعراء الخليج وعمان، ولم يغب عنها الحضور من شاعرة عمان الصغيرة سنا والكبيرة أداء. الله من حبلت سلطان محنك من حكمة الأرض بين يديه يطويها، مولاي سيروا بنا في كل معترك من خلفكم قطع البيداء يطويها، البحر نشربه والصخر نأكله والنجم نقطفه والنار نكويها، الليل نشعله والجمر ننفذه والضبع نمهله والأسد نشويها. وترنم الشعراء في الأمسية بأعذب الكلمات في حب عمان التاريخ والماضي القديم والسلم الجميل.
نبث رسائل سامية لمجتمعنا الخليجي عن اللحمة الخليجية وعن هذا التعاون المجيد وعن فرحتنا. نحن في حلقة تواصل أكيد مع أخواننا في سلطنة عمان وغيرها من الدول الشقيقة، فلما نقول ونحتفل معهم أكيد هذا يثبت محبتنا وأكيد أصالة المشاركة وأيضا طيب العلاقات الطيبة أكيد بين دولة الإمارات وأيضا سلطنة عمان كأهل وحبايب. وتتواصل أفراح الوطن في احتفالات ما زالت تتغنى بمسيرة النهضة المباركة، وتتنوع معها طرق التعبير والأفراح. صدحت حناجر شعراء الخليج في حب عمان، كيف لا وهي آسرة وملهمة قلوبهم، كيف لا وهي تحتفي بأيام مجيدة من مسيرة نهضتها المباركة. من ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة، يعقوب بن يوسف البلوشي. النشرة انتهت، هذا تذكير بالعناوين. ولايات السلطنة تواصل احتفالاتها بالعيد الوطني المجيد، وسفاراتها في عواصم العالم تقيم حفلات استقبال بهذه المناسبة. الرئيس التركي يهدد بفتح الحدود أمام المهاجرين نحو أوروبا في حال وصل الاتحاد الأوروبي سياسته الموجهة ضد أنقرة. فرق الإطفاء الإسرائيلية تنجح في السيطرة على حرائق الغابات في حيفا، وتتأهب لإجلاء مستوطنين من مدن أخرى. نشرتنا، نشكركم على كرم المتابعة، وهذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. إلى اللقاء.